هذا الفيديو هذا ان شاء الله بتوريكم التحضيرات ديال شهر رمضان، يعني التحضيرات ماشي شهر كامل، تقريبا كندير اسبوع باسبوع، ما كنبغيش نطول ديك المواد الغذائيه يبقاو في الفريكو بزاف، لان كاين الحاجه اللي ما تصبرش الشهر. عندنا الحمص رطبته قياس ديال كيلو، عندنا هنايا المعدنوس نقيته كله وخليت قبطه واحده، لان كاينه الحاجه اللي كنحتاجو ليها نقبطو، كاينه الحاجه اللي كنبغي نديرو هكا خضر بحال بغينا نديرو على الشلاطه كنبقطعو ديك الساعه. هنا عندي القزبر، يعني درتو كله غنغسلو غادي نصفيه ونقطعو حتى هو نديرو في البلاستيكات. الكرافس حتى هو درت هذوك القليبات الخليين ديالهم حتى هما كيجيو زوينين. هنا عندي الدجاج غسلتو، هنا جوج فرارج هنا غسلتهم وقطعتهم وغادي نقسمهم في الفريكو، واحد خليته صحيح شوية يعني نقدر نحتاجو شي نهار نديرو بوحدو هكا كامل. عندي هنايا حتى السردين حتى هو طحنتو ودرتو في الفريكو كفتة، من نبغيه نجبدو موجود نلقاه دغيا. غنوريكم هنايا هاد مطيشة الحق، ديت هاد النوعيه هادي راه حتى هي كنديرها في فريغو، القياس ديال 800 غرام تقريبا اكثر من نص كيلو، كنديرها في بلاستيكه وكنقطعها في البلاستيكه، غادي نوريكم كيفاش كندير ليها. هادي مطيشه سوريز، خديت انا كنبغي مطيشه سوريز نديرها في الحريره، يعني درتها على جوج، ولكن ما كنستعملش هاد الكميه كامله، راه غادي ندير كل مره شويه يعني كتبقى مفركه. وهنا غادي ندير هاد الفروته هادي، كندير هذا ديال القياس العصير ديال الاسبوع ديال سيمانه وحده صافي كنوجدو، وعاد من بعد نتقدر السيمانه اخرى. هذا غادي نغسلها نقطعها نديرها في الفريكو حتى هي باش نجبدها العصير، والليمون حتى هو غادي نقطعو شرائح، غادي نحيد له القشره نقطعو شرائح نديرو حتى هو الفريكو نوجدو ان شاء الله. وهاد وحنا راه وريتكم قبل العسل راني رازه دابا كيطيب وغادي نشوفو من بعد ما نوجدو. انتما كي كتشوفو معايا صافي، انا دابا عزلت الدجاج بوحدو، درت الصدوره بوحدهم ودرت هذا الفخاد بوحدهم مع الركيبات، ودرت هاد الدجاج اللي انا خليته صحيح درت كلها نص بوحدو، وهادو جنيوحات انا تنقطعهم بحال هكا شفتو كيجيو تيبانو بحال الخيضات، بعد ما كنبغيو نديرو ليهم لي قامه ديال بحال كنتاكي وتنديروهم في لاشابلور او لا في الكورن فليكس تنقليوهم تيجيو لذاذ بزاف، نقدرو ندير ليهم لي قامه ديال الشاورما. انتما راه غير ثلاثه الدجاجات يعني خلاو ليا هاد الكميه ديال التجناوح يعني كتعطي كميه بزاف، اي فرم دان لازم كيبغي شي شهيوه بحال هكا يعني جمعوهم وديروهم راهم تيجيو رائعين. وغادي نعطيكم الطريقه ديالهم كيفاش نديروهم بلا كريم فريش او لا بدانو مسوس والشامبينيون مع القامه ديال الشاورما حتى هما تيجيو رائعين. دابا باقي ليا غادي ندير الشهديه والليمون حتى هما غادي نقطعو. حنا هنايا قطعنا الربيع كامل قسمتو على هاد جوج بلاستيكات، هذا الكرافس يعني انا كندير القياس ديال الاسبوع اللي قدني اسبوع، الحمص اللي درتو على ثلاثة يعني كل ميكا غادي نقسمها على جوج غنستخدمها جوج مرات، يعني ديرو بحال هكا باش ما يشدش ليكم لي سباس بزاف في الفريكو. وما تشوفو الحب هاد القياس هذا خويتها في هاد البلاستيكة هادي وقسمتها على شكل مربعات بحال هكا من فوق الميكا، كنطراسي بحال هكا، ملي كنبغي نجبدها من المجمد كنقطع طرف واحد كنلقاه مطراسي كنقطعو وكنخدم بيه. هانتوما كتشوفو اليدام تا هو داخلين في نفس الطريقة، ولكن مغنديروش المجمد غنخليه غير في التلاجة عادي، يعني مني جمد غادي نقطعو مربعات ونجمعو في قرعة بحال هكا، ما غاديش نديرو في الفريكو. انتما كنتمنى الافكار تكون عجبوكم ديال اليوم،
احنا مازال غادي نديرو يعني التفريز ديال الفواكه، حتى هي غنحتاجوها للعصير في هذا الشهر ديال رمضان. الله يدخلوا علينا بالصحة والرزق ان شاء الله طول العمر. عواشكم مبروكة والسلام عليكم. انتم كما كتشوفوا دابا ساليت قطعت الشهدية، قسمتها مزيان ونقطعتها بالشبكة اللي تنشفات، وقطعتها حيت منها العظام ديالها يعني النوال الداخلينية، وخليتها بالقشرة ديالها لأن كنبغي نستافد بالقيمة الغذائية ديال أي فاكهة يعني كاملة، مكنضطرش نحيد ديالها. هنا عندي الخوخ، فهو غسلته ونشفته، هانتوما كتشوفوا ناشف وراه طايب شوية كما كتشوفوا. أنا تا هو غادي نقطعو وغادي نديرو في البلاستيكات وندخلو الفريكو، يعني في ما احتاجيت العصير كان آخر لحظات، كنعرفو أنا العصير مكيفاش يتعطل، آخر لحظة كنجبد من الفريكو وتنطحن بلا ما نحتاج نبردو، يعني تكون بارد كلشي بارد. غادي ندير إن شاء الله هاد الشهدية والخوخ، غنديرهم في البلاستيكات الغذائية وغنديرهم في الكونجيلاتور باش نوجدهم إن شاء الله غمدان. هادو هما اخر التحضيرات اللي غدرت معاكم في هاد الفيديو. صافي ساليت وعييت، والله يدخل علينا رمضان ان شاء الله بالصحة والتيسير. باقي ليا غير الخيمرات غادي نطيبهم وصافي، والسلام عليكم ورحمة الله. انا درت شهدية في بلاستيك غذائي يعني بوحدها، كل مرة غادي نجبد شوية، يعني غادي نقسمها حتى هي بحال هكا، كل مرة غادي نجبد القيس اللي بغيت. وهذا الخوخ عندنا غنديرو في البلاستيكات وغادي ندخل كل شيء في الكونجيلاتور ان شاء الله.